طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ مشيئة الله محاضرة اليوم. في المحاضرة الماضية درسنا القوى والجذور للأعداد المركبة، وأخذنا مثالا فيها، وموجود الشرح مسجل. بالنسبة اليوم إن شاء الله حنأخذ موضوع جديد، موضوع المجموعات المستوية. وحنأخذ المفاهيم، بعض المفاهيم الأساسية، حاجة بسيطة جدا. بعض المفاهيم الأساسية، يعني حنعيد بعض التعريفات أو المفاهيم التي درسناها سابقا، لكن حنعيدها في المستوى المركب. بعض المفاهيم الأساسية حول مجموعة النقاط في المستوى. هنبدأ بالمفهوم التالي، هنتعرف على مفهوم الجوال المفتوح لنقطة أو القرص. احنا هنسميه هنا قرص، يعني في السابق احنا كنا نتعامل مع فتحة، الآن حنتعامل بمشيئة الله مع قرص. فمثلا أول مفهوم عندي حنقول تسمى مجموعة النقاط التي تحقق أو المتراجعة أو المتباينة التالية. المحركات بين المتباينه زد ماينس زد نوت، قال مثلا حنتفق على ار، هذه هذه المتراجعه. طبعا في المستوى المركب النقاط اللي حتحقق هذه المتراجعه، طبعا الروع اللي هنا عدد صحيح موجب، هذا الروع عدد صحيح موجب. اسمه رو يا دكتور. ها؟ رو عدد صحيح موجب. إذا تحققت هذه المتراجعة فإحنا حنسمي مجموعة النقاط التي تحقق هذه المتباينة أو هذه المتراجعة بالقرص المفتوح، حنقول عليها قرص أو بالقرص المفتوح أو الجوار أو جوار هذه النقطة. بعد ما نكتب هنا ماينس أو جوار النقطة زد نوت. إذا مجموعة النقاط اللي تحقق فيها المتراجعة أو هذه المتباينة حنقول عليها قرص مفتوح أو حنقول عليها جوار زد نوت. حنحاول نوضح لأنفسنا ليش نقول عن قرص مفتوح. لو وضعنا مثلا لو وضعنا زد مثلا باكس زائد اي واي، والنقطه زد نوت، زد نوت حتكون رقم اكس نوت زائد اي واي نوت، نضعها هنا ونفك هذه الطريقه ونفك هذا الاكس، حنشوف بالفعل حيدي ليه. حاطط هنا احسن مقياس، راح شايل زد حطيت هنا ايش؟ زائد اي واي ماينس اكس نوت زائد اي واي نوت. في الحقيقه احاول اوضح مفهوم كلمه قرص، وممكن هذا الرمز يقول ليش هو قرص عليه جوار زي ما درسناه في فضاء الاعداد الحقيقيه. لا، في فضاء الاعداد المركبه حيكون هذا قرص. طيب من فين جاءهم هنا؟ انا لما افك هذه القيمه حيبقى عندي هنا، حاخذ الجزء الحقيقي حيبقى لي اكس ماينس اكس نوت، وراح اخذ اي مشترك من هنا حيتبقى لي واي، واخذ اي مشترك من هنا حيتبقى لي ايه؟ ماينس واي نوت. انت معايا يا عبد الله؟ معك عبد الله ولا حسن؟ حسن.
وصح حسن. طب انا لما اجي افك هذا المقياس، احنا عرفنا قبل كذا المقياس هذا لما قلنا عباره عن ايه؟ عباره عن الجذر التربيعي ارد على الجزء الحقيقي زائد مربع الجزء الايه؟ التخيلي. طيب هذا الكلام كله ايه؟ اقل من ايه؟ اقل من رو. هذا الكلام اقل من ايه؟ اقل من ايه؟ هذا كله ايش؟ اقل من. طيب احنا عندنا طبعا عدد صحيح موجب. وبالتالي المربع الطرفين تظهر علامة الانتهاء الحكمة هي. ما دام نظام الطرفين موجب. لكن لو في سالب ولا كس تتغير ايه؟ علامة الانتهاء الحكمة. فهنا لو ربعت انا هنا راح اربع هنا عندي ليه؟ اكس ماينس اكس نوت تربيع زائد واي ماينس واي نوت تربيع وهذا اقل ايه؟ في الحقيقة أنا لو أخذتها كمساواة ها عندي x ماينس x نوت تربيع زائد y ماينس y نوت تربيع زائد رو تربيع هذه مثل معادلة ايه؟ معادلة ايش اللي مكتوب هنا هذه؟ معادلة ايش؟ معادلة الخط المستقيم والمثلث والمستطيل والمربع معادلة ايش؟ في شكل شهير جدا ماشي في الصباح وفي عليه مستطيل تمشي على مستطيل وماشي في العربية السيارة تمشي على ايش؟ العجلة ربع ولا مستطيل ولا دائرة؟ معادلة ايش؟ هذه معادلة الدائرة مركزها اكس نوت و واي نوت نصف قطرها احنا هذا الكلام اللي نمثله في الحقيقة هو عبارة عن خلينا في البداية حرسم دائرة حرسم دائرة هذه الدائرة مركزها زد نوت طبعا زد نوت مركزها زد نوت اللي هي اكس نوت وواي نوت اذا عندي عدد المركب نستطيع الاجتماع عليه زد مركب اذا زد نوت هي اكس نوت وواي نوت ونصف خطوة هاي رو طيب انا عندي هنا متراجحه اللي هي هذه المتراجحه هي اقل من رو اذا حتكون النقاط موجوده فين؟ حتكون النقاط موجوده داخل الدائره فقط طبعا حتكون بهذا الشكل اذا هذا الشكل اللي موجود نقول عليه قرص مفتوح نقول عليه قرص مفتوح او نقول عليه دوار زد نوت لاحظ الفضاء العدد المركبة الدول بهذا الشكل عبارة عن قرص مفتوح لكن في الأعداد الحقيقية كان الدول نعمله بهذا الشكل كان هنا عندي إكس نوت هنا عندي إكس نوت هنا إكس زائد إكس نوت وهنا إكس ماينس إكس نوت فكان عندي هذا نقول عليه دول مفتوح للإكس نوت لكن في فضاء العدد المركبة الدول حيكون عبارة عن عبارة عن قرص مفتوح. إذا تعرفنا على التراك الحالي كيف نرسمه؟ لأنه هدف اليوم كيف نستطيع نمثل هندسيا مجموعة النقاط في مستوى بالنسبة للأعداد المركبة. إذا أنا أعطي أول مفهوم اليوم اللي هو القرص المفتوح. طيب إذا هذه المجموعة نقول أو نعرفها هي عبارة عن مجموعة كل النقاط مجموعة كل النقاط هم هنا مثلا ممكن نقول إيه؟ مجموعة يعني هذه المتراجعة نقول إيه؟ مجموعة كل النقاط التي تقع فين؟ تقع داخل الدائرة أو التي نصف قطرها وضحنا هنا قلنا التي نصف قطرها رو ومركزها هنا ومركزها زد نوت وضحنا الكلام هذا بعد كده مش هحتاج أعمل هذه التوضيح خلاص أنا عرفت من هذا الشكل أبصوا يا شباب زد ناقص أشوف الحاجة اللي موجودة هنا النقطة هنا حقول هذه قرص مفتوح مركزه زد نوت ونصف قطره ايش؟ رو
أقول هذه المتراجعات بس اللي مجموعة كل النقاط التي تقع في تقع داخل الدائرة. طيب نأخذ أمثلة أخرى ونحاول أن نمثلها في المستوى. ممكن نأخذ الآن بعض الأمثلة ونشوف كيف نوصفها أو نمثلها في المستوى. مثلا مثال عندي أسألكم الآن أو مثلا مجموعة الحلول للمتباينات الآتية. يلا حشوف حتوصفها ازاي أو مقياس سد أقل من 2. هذا يمثل لي دور ليش لي نقطة؟ النقطة ايش؟ للنقطة ايش؟ هذا جوار النقطة ايش؟ هل في رقم هنا؟ يعني نستطيع أن تكتبه كذا. هذا جوار ليش؟ الصفر، لأنه ما في حاجة هنا. إذا هذا جوار ليش؟ الصفر، إذا حنقول هذا جوار هذا الصفر. طب لما أجي أمثله على ما أجي أمثله في المستوى هو مركزه حيبقى المركز حقه صفر. هو مركزه صفر. هذا مركز نصف قطره كم؟ 2. راح اتحرك هنا 1 2 واحد اثنين واحد اثنين وهكذا وراح راسم الايه؟ طبعا الدائره راح تبقى مفتوحه ان شاء الله. تبقى الدائره بهذا الشكل. اذا المجموعه بالنسبه لهذه المتراجعه حلها هي مجموعة النقاط التي تقع داخل هذه الدائرة ولا تقع عليها، يعني ما تقع شيء. طيب نشوف مثال آخر، يلا شوف. أعطيكم لكم مثال آخر مقياس المتراجع التالية. زد زائد الآي أقل من كم؟ من نص. قولوا لي هذا جوار إيه؟ من شهر 4. لا. جوار إيش؟ تروح كاتب هذه بهذا الشكل. اكتب السالفة. سالم السلام عليكم. وعليكم السلام. إذا حتكون جوار العين. جوار العين ماينص عشرة. جوار ماينص عشرة. إذا حنقول هذه جوار العين هي ماينص عشرة. لما أجي أرسمها تلقى إيه؟ طبعا مكتوب ماينص عشرة هذه عبارة عن إيه؟ في الأزواج المرتبة صفر وسالب واحد. مهم جدا نتعرف على الرسم ان شاء الله، مطلوب الرسم. ركزوا معي. هاي السالب هاي عبارة عن صفر وسالب واحد. إذا هذا جوار للإيه؟ سالب واحد أو للسالب واحد. طيب لما أجي أمثلها فين السالب واحد؟ سالب واحد. هذا سالب واحد أو قول سالب، أنا ما في مشكلة. سالب واحد أو سالب واحد. طيب هذا الجوار كم نصف قطره؟ نص. نحطها هنا نص، نحطها هنا نص، نتحرك في جميع الأماكن إيه؟ المقدار نص وطبعا يكون ايه؟ مفتوح. اذا انا مجموعه النقاط اللي تتحقق لدي المتراجعه حتكون ايه؟ النقاط الواقعه تحت الدائره هنا نصف القطر نص. مهم جدا. ركزوا معي بسيط. طيب ناخذ مثال اخر. اعطيكم على كل مساله نرسم فيها زد ماينص 2 اقل من 3. هذا جوار ايه؟ جوار ايش النقطة؟ الاثنين. جوار الاثنين. هذا بس. لا بد تكون هنا في سالب. لو ما في سالب اخلق سالب، اعمل كريم، انشئ سالب. يعني اخذ سالب في سالب، الزائد عبارة عن سالب في سالب. إذا هذا جوار للايه؟ لسالب في. طب لو نجيب مثلها، إذا هذه عبارة عن قرص مفتوح مركزه مركزه اثنين بس قطره 3. يعني هذا لما بيرسم
اهو مركزه اثنين، الواحد اثنين، هذا المركز. ونصف قطره كم؟ ثلاثة. امشي بجميع الاماكن ثلاثة. يعني تحرك بالفرقة ثلاثة. حبقى هنا واحد اثنين ثلاثة، حبقى هنا. نعم واحد. واحد اثنين ثلاثة وهكذا. هنا حرف راسمه يبقى هنا بهذا الشكل. شوف نحن مسطرة. إذا هنا يبقى هذا المركز اثنين. اتحرك هنا مقدار ايه؟ مقدار ثلاثة. هنا فوق ثلاثة، هنا فوق. ويبقى هنا مفتوح. قرعة عامل كذا. يبدأ أوضح ايه؟ حق المنطقة. هل أخذ المقطع كذا دائما يعني؟ مقطع ايه؟ ايش معنى مقطع؟ يعني النقاط اللي عند الحدود مش داخلة. مش داخلة في الحساب. المجموعة المفتوحة زي ما درسناها في التوريدي التحليل. ما بدها ها؟ في التحليل درسناها. تحليل حقيقي. ما بدها تحليل حقيقي. إلا في المجموعة المفتوحة. طيب أنا عمال أشرح لكم إيه؟ بشكل مبسط جدا. إحنا نحتاج حاجات بسيطة يعني ما نحتاجش. طيب ننتقل إلى مفهوم آخر. اللي هو النقطة الداخلية. من يعرف حاجة عن النقطة الداخلية؟ النقطة الداخلية هي عند الأرض. النقطة الداخلية. إمتى نقول على النقطة أنها نقطة داخلية؟ إذا كانت جوارها جميع النقاط. إذا كانت جميع النقاط داخلة. إذا كانت جوارها كلها يعني أستطيع أحطها في قرص. والقرص هذا موجود في مجموعة إس، هذا بكل بساطة. وحنقول مثال بسيط. حنقول تسمى النقطة ايش زدنا نسميها طبعا التي تنتمي تنتمي للمجموعة هي المجموعة اس راح اقول عليها نقطة داخلية في حالة لو استطعت اوجد لها جوار وهذا الجوار يكون موجود بالكامل داخل الاس إذا وجد جوار للنقطة الزبنة تقع بالكامل في اس زي الأمثلة اللي موجودة معي هنا الأمثلة السابقة النقاط اللي فيها هي نقاط داخلية نأخذ مثال نأخذ مثال على النقطة الداخلية طبعا حنثبتها بتوضيح كمثال مش حنخش في الحاجات النظرية واضح الشباب اللي نشرحه طبعا في حاجة ما نوضحها هنا أكثر من ما هو موجود في الزمن عشان نعود إليها نأخذ مثال أهو مثال لو كان عندنا المنطقة S حنقول إذا كانت S هي عبارة عن نصف المستوى الأيمن هي نصف المستوى الأيمن ايش نصف المستوى الايمن؟ هذا عندي مستوى هذا نصف المستوى الايمن اذا كان نصف المستوى الايمن مفتوح طبعا لما اقول نصف المستوى الايمن يعني الريل بار في الزد اكبر من النصف طبعا شنو ايش اقصد انا الريل بار في الزد اكبر من النصف يعني الجزء الحقيقي وش انا عندي الزد يساوي اكس زد اي واحد الريل بارت اللي هو ايه؟ الجزء الحقيقي اللي هي اكس يعني اريد اقول ايه اكس اكبر من صفر هاقول عن النصف المستوى الايمن اللي هو بالجهه كلها يعني انت تقسم المستوى كامل اللي قدامك قسمين قسم ايسر وقسم ايمن فلما اقول ريل زد اكبر من الصفر الجزء الحقيقي اللي هو اكبر من الصفر يعكس الصفر طيب هذا اللي هو الاس عندي طيب السؤال الثاني فإن وافترض زد نوت حرف آخر زد نوت من الإس مثلا بوينت زيرو مثلا اثنين موجودة هنا
وده. طيب في الحقيقة هذه نقطة، يعني أنا عندي أنا هذا المستوى أهو، وهنا مثلا عندي إيه زد نوت، فإن هذه زد نوت نقطة داخلية بحسب التعريف السابق لم تقل عليها نقطة داخلية. هذه زد نوت اللي هي بوينت، لو استطعت أوجد قرص مفتوح أو جوار هذه النقطة. طبعا جوار النقطة في مقررنا هذا أو في فضاء الأعداد المركبة هو عبارة عن قرص، يعني لو استطعت أوجد قرص أو مثلا نصف قطرة أو مثلا لو استطعت أوجد هذا القرص أو قرص مفتوح بحيث هذا القرص يكون إيه؟ هذا الإس، بحيث هذا القرص يكون موجود بالكامل في الزد في الإس، في ذي الحالة أقول عليها خلوني هنا مثلا أقول 0.04. بالفعل أنا عندي هذا القرص اللي جوار هذه النقطة موجود في الإيه؟ في هذه النقطة في نصف المستوى الأي، بالتالي أقول عليه نقطة داخلية. يعني بمعنى هذا القرص في الحقيقة هو ما عبارة عن زد ماينس زد نوت أو مثلا أقل، نختار هنا إيه؟ بوينت 0.04. يعني حقول على هذه أنها نقطة داخلية لو استطعنا نحصل على قرص مفتوح بحيث هذه النقطة تكون في المركز، وهذا القرص موجود في الايه؟ في نصف المستوى الايه. تعريف بسيط، يعني هذا المثال فقط من اجل ايه؟ من اجل توضيح المفهوم الموجود في القران. طيب طبعا حنخذ بعض الملاحظات في الاثباتات. حنقول لو كانت يعني جميع النقاط هذه مجموعه اس نقاط داخليه، حقول عن المجموعة الاس انها مجموعة مفتوحة، وانا اتوقع هذه الاشياء اللي درسناها في السابق. حقول اذا كانت كل نقطة اذا كانت كل نقطة للمجموعة اس، وكانت كل نقطة هي نقطة داخلية، في هذه الحالة حنقول إيه؟ فإننا نقول أن المجموعة S مجموعة مفتوحة. هنا نبي نلاحظ ملاحظة مهمة جدا اللي تتغلب قطعا تأكيد الصحة هذه الملاحظات تكون مفهوم صحيح، ممكن اجيبها صحيحه بعض الشيء، ممكن اروح اقول لكم فان المجموعه اس مجموعه مغلقه، طيب عباره عن خاطئه. طيب ومن ثم في المثال السابق اذا حقول في المثال السابق المتباينات الاتيه كلها مجموعات مفتوحة أو مجموعة، يعني كل واحدة مجموعة مفتوحة. مثلا طبعا أنا راح أكتب المجموعات وأحاول أعلمكم كيف ترسموها، أو مثلا المجموعة ألف أو مثلا عندي زد ماينس زد نوت، لأن على هذه الأمثلة نوضح المفاهيم اللي احنا ناخذها اليوم ان شاء الله. طبعا لما اسال هذه المتابعه خلاص احنا الان نتكلم عن القرص، ما نتكلمش عن فتاه، كله كلام عن القرص. انا لما اجي ارسم هذا يا شباب اوري لكم بس الرسمه، حاخذ مثلا الجزء هذا الاول وارسمه، بعد الجزء هذا الاول وارسمه، واشوف تقاطعهم حسب على المجموعه اللي احنا نريدها. فمثلا رقم واحد حاخذ ايه؟ مقياس زد بين الزد نوت اقل من ايه؟ من رؤوس ايه؟
ومقياس زد ماينس زد نوت اكبر من روت واحد. اذا لما اجي اقرا النقاط في المتراجعه الاولى، المتراجعه الاولى او المتباينه الاولى تمثل لي مجموعه كل النقاط التي تقع داخل الدائره التي مركزها او كل القرص الذي مركزه زد نوت ونصف قطره الرو 2. هنا هذه المتراجعه محققه لكل النقاط التي تقع داخل الدائره او القرص الذي مركزه زد نوت خارج واكبر من ايه؟ اكبر من رو 1. نشوف مع بعض لما لو جينا نرسمهم او نوضحهم. حقا هذا عندي خلاص هنا طبعا القرص هنا نفسه لكن تبقى القراءه. الاول حبدا ايه؟ زد ماينس زد نوت احرف راسم حتى في الحقيقه عندي حيكون في عندي نصف قطرين. فعندي هنا الاول اللي نصف قطره ايه؟ رو 2. طيب ابدا رو 1. وبعد هنا رو 2. عندي هنا الدائرة مركزها زد نوت بس قطرة رو 2. طيب لما اجي انا اريد المنطقة اللي موجودة معي هنا ابدا بهنا النقاط التي مركزها زد نوت واقل من رو 2. مركزها زد نوت واقل من رو 2 يعني حكومة دي كامل. ماشي. بعدين هنا مجموعة النقاط التي مركزها برا زد نوت واكبر من رو 1 يعني حتكون برا. اذا نقطة التقاطع حتكون هذا الدائرة. واضح؟ الاطار زي اطار السير. يعني في البداية انا حقول ايه؟ لو جيت ارسم المتراجعة الأولى اللي مركز زد نوت وقال رو 2. يعني حتبقى هذه المنطقة بسوق كاملة. ماشي؟ ايوه. بعدين هذه مجموعة النقاط التي تقطع خارج رو 1 اللي برا هنا. يعني إلى ما لا نهاية، إلى برا. فتقاطعهم حيكون ايه؟ هذا الإطار. طيب هذه مجموعة مفتوحة. طيب ناخذ مثال ثاني. أصور. طيب ناخذ مثال آخر. أو مثلا عندي رقم 2 ربع زد ماينس زد نوت 3 عندي اقل اكبر من 2. طبعا لما اجي ارسم خلاص تعلمنا شيء. هذا عباره عن قرص مفتوح مركزه ايه؟ مركزه زد نوت مركزه ايه؟ ثلاث زد نوت زد مركزه ايش؟ ها؟ لا شو قلت داخل المقياس؟ مركزه ثلاثة عرفت؟ عرفت؟ إذا في البداية عشان إيه؟ خلينا صغير. إذا أنا مركزه هو ثلاثة ونصف قطره اثنين يعني حيكون بهذا الشكل، يعني معايا قرص هو هذا الشكل. طيب هنا كاتب لي أكبر. إذا مجموعة النقاط حتكون برا. إذا كان صار داخل ها؟ إذا كان أقل يبقى قوة. إذا كان أقل حيبقى قوة القرص هذا. لكن ما دام أكبر ما دام مش مساوى المحيط اللي هنا حيكون منقط. يعني ما هوش داخل عندي بالمجموعة التعريف. طيب هذه برضو هي مجموعة مفتوحة. كمان مثال آخر نتدرب أكثر. كيم إمجينري زد أكبر من صفر. طبعا لما أقول إمجينري زد أكبر من صفر اللي ايش حيكون اكس ولا واي؟ واي. في البداية احنا قلنا الريل زد اكبر من صفر. اكس اكبر من صفر. اللي اكس اكبر من صفر. لكن لما اقول ايميجرال يعني
الجزء التخيلي اللي هو لانه بص انا عندي هنا شباب هنا لما اقول imaginary z يعني كان انا حقول ايه واي اذا الحين عندي واي اكبر من الصفر لما اجي ارسم واي اكبر من الصفر واي اكبر من الصفر النصف على كامل واي اكبر من الصفر واي اكبر من الصفر النصف الاسفل كامل يعني انا مشان عندي ذا المستوى لما اقول هنا واي اكبر من الصفر يعني ده بينطبق كل اللي فوق هذه معناته ايه اما كده الزد اكبر من الصفر طبعا ايه ما دام هنا المساواه غير موجوده ده حرفه واخذ بهذا الشكل المحور يبقى غير داخل لا هناك مساواه موجوده اذا في مساواه خلي البورد كله واضح يا شباب ناخذ برضه مثال اخر ندرب اكثر ندرب اكثر مثال آخر لو كان عندي اللي عبارة عن زد قال من اثنين أكبر من واحد حسب كيف نرسم هذا الموضوع الريبار اللي إكس لا خلاص راح حاطه بدل يعني إكس بين اثنين وبين واحد أروح أجيب بين إكس بواحد بين إكس باثنين اكس بين الواحد والواحد يعني حتكون ايه؟ هذه اكس بواحد هذه اكس واحد وهذه اكس اثنين طبعا هو بين الواحد وبين الاثنين ما في مساواه انا مساواه انا رايح اشيل اللي اخلي اثنين نقطه تقاطر خلاص بس هذه النقطه وروح اشيل بقيه الحاجات هذه لانه ايش داخل عندي؟ انا عندي حاجه راسيه كذا عمود هذا الاكس بواحد والاكس باثنين والواحد والاثنين مجتمع هذه برضه مجموعه مفتوحه اذا هذه امثله بسيطه على المجموعه المفتوحه برضه في نفس الوقت تعلمنا كيف نمثلها في المستوى طب ناخذ مثال بسيط جدا جدا على المجموعه غير مفتوحه مثال بسيط على مثال على المجموعة غير مفتوحة أنا عندي زد بين الثلاثة أكبر أو تساوي اثنين مجموعة النقاط اللي حتحقق لها المتراجعة حنكون على مجموعة ليست مفتوحة طبعا احنا قبل قليل قلنا مركزها ثلاثة واحد نصف قطرها اثنين عندي اثنين خلاص حرف راسم مركز ثلاثة وانس قطرة طبعا المجموع تحت من برا لكن في هذا المثال الايه؟ النقاط الحدية داخلة طبعا هذه ليست مجموعة مفتوحة ليه؟ لأنه ممكن آخذ هنا نقطة لو أخذت لها الدوار حتبقى ايه؟ الدوار هذه نقطة ممكن دوار مفتوح لهذه النقطة ممكن تحتوي لإيه؟ نقطة داخل خارج هذا القرص أو خارج الدائرة وداخل هذه الإيه؟ داخل هذه الدائرة عشان كذا حقول عليه مجموعة ليست داخل مفتوحة ليست مفتوحة أو أبسط مثال هو لو أخذت أنا نقطة هنا على الدائرة دي بشكل افضل انا اخذت نقطه طبعا انا الان عمال احاول اوضح انها ليست مجموعه مفتوحه لو اخذت نقطه على الدائره على دائره ايه؟ على الدائره الزد بين الثلاثه يساوي اثنين طبعا مقياس الزد نفسه يساوي اثنين اللي بيد الدائره لو اخذت انا نقطه هنا وجيت اخذ لها جوار مفتوح هذه النقطه الجوار هذا حيحتوي على نقاط داخل خارج هذه الدائرة وداخل هذه الدائرة وبالتالي المجموعة ليست مفتوحة طيب نشوف مثال آخر طيب حنحاول نعرف برضو مفهوم الترابط يعني امتى حقول
طبعا هذه مفاهيم مؤكده احنا درسناها في التحرير واحتمال في التوبولوجي درسناها بالتفصيل، لكن احنا في الحقيقه نحاول نعممها ندرسها في فضاء الاعداد المركبه. هذه المفاهيم الطبولوجيه اللي هي المجموعه المفتوحه، المجموعه المغلقه، المترابطه، المنطقه الى اخره. فحنعرف حنحاول نعرف ماذا نقصد بمسار متعرج. مسار قبل ما ندخل في تعريف مفهوم الترابط، حنحاول نوضح ماذا نقصد بمسار متعرج. طيب طبعا لو بدأت بالنقطة، أو مثلا عندي هذه نقطة أمجا واحد، هنا عندي نقطة أمجا اثنين، هنا مثلا نقطة أمجا ثلاثة، وهكذا إلى حد مثلا عندي طيب وصلت بين هذه النقطة وهذه النقطة، حسمي ذا أي واحد، يعني الخط هذا المستقيم حسمي ذا أي واحد اللي حربط لي بين النقطة أمجا اثنين أمجا واحد. بعدين هنا وصلت مع هذه النقطة أسميها I2 وهكذا. مثلا عندي هنا أوميجا K، هنا أوميجا K زائد واحد، أنا أسميها IK. طيب هذا هذا حنسميه مسار متعرج اللي حيربط لي بين نقطتين، أو القطعة المستقيمة اللي حتربط لي بين أوميجا ك أوميجا ك زائد واحد، هذا في الحقيقة نسميه مسار متعرج. طبعا النقطة الأخيرة ممكن مثلا تكون هنا أوميجا ن زائد واحد، يعني بالتالي المسار المتعرج حربط لي مثلا بين أوميجا واحد إلى حد إلى حد أوميجا. في الحقيقة راح نقول عليه مسار متعرج، وعبارة عن سلسلة من الخطوط اللي المستقيمة. طبعا هذا المسار المتعرج حنحتاج الآن لما نجي نعرف المجموعة المترابطة. إذا الآن حننتقل إلى مفهوم أو تعريف المجموعة المترابطة. طبعا المحاضرة هي محاضرة بسيطة جدا، واحنا يعني بصور حاجة زي كده بس نفهم الفكرة الأساسية. المحاضرة هي في أسئلة صح وخطأ، هتبقي في رسومات ممكن تكون رسومات تاني هذه اللي فوق احنا بنمثلها، أو يقول لك هي مفتوحة ولا مغلقة، مثال هذا البسيط. يعني رسومات ترسمها بعد تقول لي مثلا هذه ليش ليست مجموعة مفتوحة؟ اشرح لي نفس الكلام. طيب المجموعة المترابطة هقول إذا تعريفها إذا كان أو يقال، طبعا لو تكون إيه مجموعة مفتوحة في البداية، لأن هنقول يقال لمجموعة مفتوحة في البداية لو تكون إيه المجموعة المترابطة بتكون إيه مجموعة مفتوحة. هنقول يقال مجموعة مفتوحة أنها مترابطة. طبعا حتصير مترابطة كونكتد لو خط زوجين، يعني لو خط نقطتين وصلت بين هاتين النقطتين، الظاهر هذا الخط موجود في هذه المجموعة حكون عليه مترابطة. يعني مش الخط مثلا انا عندي مثلا في هذه القطعة وصل بين النقطتين داخل القطعة، لكن لو عندي نقطة هنا ونقطة في القطعة الثانية، لما اجي اوصل الخط حيبقى جزء منه موجود هنا وجزء موجود في القطعة الثانية، هذا حكون عليه غير مترابطة. نقول إذا كان كل زوج مثلا من النقاط، وحنحط نوضحها في الزد واحد والزد اثنين، نستطيع نوصل بينهما أو يمكن ربطه بمسار
المتعرج يقع بكامله في اس، يقع بكامله في اس، يقع بكامله في اس. اذا بالنسبه للمجموعه المترابطه رقم واحد لابد تكون ايه؟ مجموعه مفتوحه، لكن لو مش مفتوحه خلاص ما فيش داعي اتكلم على الترابط. ما فيش داعي. لابد تكون ايه؟ طيب طيب ملاحظه المجموعه المفتوحه المترابطه حنقول عليها نطاق. ملاحظه المجموعه المفتوحه المترابطه حنقول عليها نطاق. طبعا المفاهيم الاصل تشرح بعض الرياضيات والتفاعلات وكذا، لكن هذا راح يكون خارج النطاق. لكن نحاول نستوعب هذه المفاهيم ونطبقها على امثله تكون موجوده عندنا في الميموري. مفتوحة إذا كانت مفتوحة ومترابطة حتكون إيه؟ مترابطة، حتكون ملاحظة تسمى المجموعة المفتوحة المترابطة نطاق. إذا المجموعة المفتوحة المترابطة حنسميها نطاق. طيب طبعا ال عندنا الشكل الاخير. لاحظوا يا شباب حيكون عندي ايه؟ الأمثلة السابقة اللي أخذناها ألف وباء وجيم ودال النطاق، لأنها مفتوحة مترابطة، يعني خذ أي نقطتين داخل هذه المنطقة نفسها. يعني مثلا خلينا احنا نرجع ل مثلا هذه المجموعة، حاول نصدق مفهوم، يعني أنت تقول أنها مترابطة وأنت تقول إيه؟ أنها غير مترابطة. حاول أوضح لكم هذا المفهوم. مثلا لو رجعنا للمثال السابق، طبعا هي الامثله ثلاثه، الالف والباء والجيم، الف والباء والجيم ودال. في المثال الاخير كلها مجموعات مفتوحه مترابطه، بالتالي حنقول عليها مترابطه. مثلا لو اخذنا دال كانت بالشكل هذا اللي عندي هنا، واحد بنعطيك اثنين. خذ الان اي نقطتين هنا جوا ممكن توصلهم ايه؟ مثلا زد واحد الى زد اثنين، واصل ايه؟ بمسار متعرج. طيب هي انت المشكله احنا ناخذ مثال، حناخذ مثال على مجموعه مفتوحه لكنها غير مترابطه. طيب هنا خلاص حنقول ايه؟ مترابطه. طيب حنقول مثال مترابطة نفسها. حنقول مثال المجموعة مفتوحة لكنها غير مترابطة، وليكن التالي. المثال هو عبارة عن المجموعة التي تتكون من كل نقاط بالمستوى ولا تقع على الدائرة. يعني مثلا إذا مجموعة كل النقاط في المستوى ولا تقع على الدائرة، مثلا ايش قلنا الدائرة؟ هذه الدائرة. طب لما اجي امثلها كيف نرسمها يا شباب؟ ايش اقول لي هنا؟ مجموعة كل النقاط في المستوى، يعني كل النقاط في هذا المستوى باستثناء النقاط التي تقع على هذه الدائرة. ابدا راح ارسم هذه الدائرة. دائرة مركزها ايش يا شباب؟ خلاص احنا عرفنا العصر صفر، برافو. مركزه صفر نص قطرة كم؟ واحد. إذا حتكون إيه؟ هذا الشكل. طب المجموعة حقي هنا هي عبارة عن مجموعة كل النقاط التي تقع في كل المستوى باستثناء هذه الدائرة. يعني هذه الدائرة، هذه الدائرة مش داخل عندنا. إذا النقاط حتكون هنا برا وجوا هنا. ما عدا على الدائرة غير داخلة في الدائرة. يعني الآن هذا مثل مجموعة كل النقاط في المستوى ولا تقع على الدائرة. يعني ترسم دائرة
على الدائرة نفسها ليست داخلة في المجموعة تبعها. هذه المجموعة مفتوحة لكنها ليست مترابطة. ليه؟ لأنها قاطعة. بصوا يا شباب، ليش ليست مترابطة؟ لأن أنا أخذت نقطة هنا زد واحد وأخذت هنا نقطة زد اثنين. معلشين أريد أوصل بينهم. وصلت بمسار متعرج. برا وداخل ما فيش مشكلة، المشكلة فين هنا؟ على الدائرة. يعني على الدائرة لأن ليست داخلة في هذه المجموعة. في هذه الحالة أقول هذا المثال ليست مترابطة. وبالتالي ليست مترابطة. فهمنا شباب الفكرة؟ يعني إذا المستوى يعني كله في العالم ورسوم دائرة. إذا حتكون المجموعة تبعي داخل الدائرة وخارج الدائرة. على الدائرة نفسها ماشي. هذه المجموعة مفتوحة لكن ليست مترابطة. ليه ليست مترابطة؟ لو وصلت بين نقطتين برا ونقطة من جوا المشكلة حتكون فين؟ عند الحدود. على الدائرة. مهما في داخل في مجموعة بس وبالتالي حقول عليه ليست مترابطة ليست مترابطة. طيب نشوف مفهوم آخر. طيب برضه مفهوم اللي طب امتى اقول على نقطة انها متى اقول على نقطة انها نقطة محيطية او حدية؟ اذا كانت على طرف الدائرة. يعني لو اخذت جوار لهذه النقطة، لو اخذت جوار لهذه النقطة والنقاط بعضها برا بعضها جوا اقول عليه ايه؟ حدودية. يعني تتخيل في الأرض، الأرض العادية احنا لما نقول حدود الطول مثلا، انت تقول على نقطة حدودية لو اخذت حولها قرص حتلاقي جزء في مثلا في بلد جزء في بلد. اذا هذه النقطة حقول عليها حدودية او حدية او محيطية. احنا هنا سميناها حدودية، سميناها محيطية. اذا حنعرف هنا اذا التعريف حنقول يقال لنقطة زد نوت مثلا أنها محيطية أو باوندري بوينت، نقطة حدية للمجموعة S إذا كان إيه؟ إذا كان كل جوار لهذه النقطة، إذا كان كل جوار للنقطة زد نوت يحتوي على الأقل نقطة واحدة داخل الاس من S ونقطة واحدة يعني على الأقل واحدة من خارج S. كده الحالة أقول على نقطة حدودية أو محيطية أو حدية. طب لو جمعت كل النقاط حقول عليها مجموعة النقاط. طبعا عندي نقاط حدودية أكثر مثلا لو تعامل على النقاط أو حدود طول مثلا نقطة هل يقولون نسميها؟ النقاط الحدودية. لا إيش نسميها؟ تلعب معنا لو احتجت لي هذا النقاط الحدودية. لا أنت لو أخذت مثلا مثلا أنا معي أرض وأنت معك أرض ونقطة لك ذا حد من الحدود يعني نقطة لك هذه كل النقاط خلاص حدود نقطة يعني رسمنا مثلا اشتريت ارضيات محطوط قسم فوق السفينة حددت النقاط اللي بينكم حيسمى ايه؟ حيسمى اذا مجموعة النقاط المحيطية مجموعة النقاط المحيطية حنقول عليها يا شباب حنقول عليها بالمحيط او الحدود او جبهة الاس ان شاء الله
الكورس ونقول عليه الباوندري. عليه الباوندري باوندري اوف اس يعني حدود اس او باوندري بوينت بالتحديد. طيب نرجع للامثله السابقه حق الاشياء. طبعا هذه المره حق الخاص بالاسئله في اسئله بالامانه. بعدين يحتاج حسابات خالص يحتاج تركيز منها. طب لو رجعنا للامثله الف باء جيم قال السابق. لو رجعنا للمثال السابق الف. لالف ايش النقاط الحديه او المحيطيه؟ انا عندي الاطار هذا. النقاط الحديه كم هذا الشكل يا شباب؟ هذا الشكل. النقاط الحديه خلاص حاخذ الدائره حاخذ هذه يعني حاخذ زد ماينس زد نوت يساوي رو واحد زد ماينس زد نوت يساوي رو اثنين يعني حاخذ الدائره حد ما في حيسمى الوحيد. طيب لو جينا للمثال الثاني اللي كان رقم واحد الف ب حق زد يعني حاخذ المساواه زد ماينس كان ايه؟ زد ماينس 3 يساوي 2 يعني احنا حاخذ ايه؟ الدائره هذه هذه الحدود هذه هذا الحدود لانه بيجي لي سؤال المره كل صوت بعدين اقول لك موجوده الحديه بعدين وهكذا. طيب جيم احنا كنا كاتبين ايه؟ كنا كاتبين كان عندي ال الانجنيري زد اكبر من الصفر يعني واي اكبر من الصفر. رقم جي حيكون مثل ايه؟ او كان عندي واي اكبر من الصفر. حط الحدود بتاعي ايه؟ المحور الحقيقي. يعني ري زد يساوي يساوي ايه؟ يساوي صفر. او كل اكس يساوي صفر. ايه كمان يا شباب؟ برضه هنا في هنا زي اذا كان عندي ايه؟ كان عندي الريل بار زد بين 2 و1 حق الحدود عندي 2 و1 يعني حروح واخذ الطرفين يعني حق عندي اكس يساوي 2 اكس يساوي 1 اختمهم هذا الشكل حق الريل زد يساوي 2 والريل زد يساوي 1 هذه المحيطات يعني المجموعه السابقه هذه المحيطات لها او الحدود لها. طيب بعد ما تكلمنا على النقاط المحيطية وعلى المحيط الآن حنعرف المجموعة المطلقة. طبعا يا شباب هذه مفاهيم بسيطة احنا خلقنا بغير المجموعة من هذا التحليل والتفاضل يعني بنقول على مجموعة مطلقة لكن تحتوي بشكل بسيط النقاط الحديدية النقاط الحديدية اللي يعني على حدودها محتوية كذا نقول عليها مطلقة يعني محددة خالص طرف كده حقول على مطلقه لكن لو الحدود لها غير محدده مفتوحه حقول على ايه؟ مفتوحه. طيب حنقول تعريف المجموعه طبعا في عندنا ان شاء الله تمارين او الحاجات هذه نتدرب عليها مهم جدا ازاي نتعامل مع التمارين اللي بهذا النوع ان شاء الله حننزل لكم واجبات تدرب عليها. اذا المفهوم قبل الاخير للمجموعه حنقول يقال لمجموعه اس بشكل بسيط جدا تعريف المجموعه المغلقه يقال لمجموعه اس انها